اليوم نقدم لكم السنابون. مقاديرنا راح تكون 4 كواب طحين، راح نضيف ملعقتين طعام خميرة، راح أضيف رشة ملح، راح أخلط المقادير الناشفة مع بعض. بعد ما أسوي حفرة في النص أضيف بيضتين، فوق البيضتين راح أضيف رشة فانيليا. وفي مرحلة الخلط أضيف كوب حليب دافي. في هذه المرحلة ضف نص كوب زبد. في هذه المرحلة راح أضيف كوب من الشكر. بعد خلط العجينة تخلونها ترتاح لمدة ساعة إلى ساعتين. طبعا ذوبت شكر بودر كرملته، راح أضيف عليه كوب ماء. بس حاطتي في هالمرحلة هنا راح أطلع صفاعات. أول ما يغلي عندي بهالطريقة راح أضيف عليه قشطة فيها ملعقة طعام نشا وملعقة طعام حليب. بعد ما يصير بهذي القوام راح أضيف ملعقة طعام زبدة بدرجة حرارة الغرفة. إذا كان عندكم القوام ثقيل ممكن تضيفون له شوية ماء. راح يكون شكل الكراميل بهذا الشكل. طبعا اسكر على النار واخليه يبرد عشان يثقل قوامه شوي ويكثف لونه. تحضير الحشو راح اضيف كوب من السكر البني، راح اضيف قرفة على حسب الرغبة، انا راح اضيف 4 معالق طعام. بعد ما تتخمر العجينة راح أحطها وأورقها. بعد ما رقيت العجينة راح أضيف لها الزبدة. بعد ما مسحنا الزبدة على العينة راح نضيف الحشوة اللي مكونة من سكر بودر وقرفة. بعد ما ضفنا الحشوة راح أدور العجينة شوي شوي وأحاول أهوس وأنا قاعد أدور. راح أصف السنابون في صحن وأخليه يتخمر لمدة ساعة. لتحضير الصوص راح أضيف 270 جرام من الجبن الكريمي، وراح أضيف زبد وراح أخفقه مع بعض. راح أضيف ملعقتين طعام من الحليب. في هذه المرحلة راح أضيف غطاء الفانيليا. راح أضيف زيادة من الحليب لأنه يحتاج حليب. بعد ما يتخمر عندي السنابون راح امسح عليه حليب. تقدرون تمسحون عليه صفار بيضة. راح ادخل الفرن على درجة 200 من تحت.